اثنين، قال ظلم العبد غيره. انت في الدنيا دي معاك ناس عايشين معاك في الدنيا وعندهم حقوق عليك، الام لها حق والوالد له حق والجار له حق والزميل في العمل له حق والمجتمع له عليك حقوق. الانسان الظالم ده اللي بينتهك هذه الحقوق. قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس فيكم؟ المفلس ده ياتوب. الصحابة قالوا: الذي لا درهم له أو لا درهم له ولا متاع. المفلس ده ما عنده قروش. قالوا له كده. قال المفلس لما يهدى: من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال. عنده حسنات كثيرة لأنه صلي في الجامع ولأنه بيكرم اليتامى وكده، عنده حسنات كويس. قال: ولكن ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وانتهك عرض هذا. يجيبوا يوم القيامة ويجيبوا الناس الدارين منه والحساب بعدين بالحسنات. انت زول في الدنيا هنا دار منك قروش، أكان اديته القروش كانت حليت. المشكلة يوم القيامة ما قروش، قروش ما في، حسنات بس. فيؤخذ من حسناته ويعطى هذا. شنو من حسناته يدو ده؟ الدار منه القروش يدوه، والنبذ يدوه، والاغتاب يدوه، كويس؟ واللي انتهك عرضه يدوه، يوزعوه. بعدين خد بالك حسنات صافية، دي من حسنات فيها لخبطة، لا 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 لا، دي حسنات نظيفة اللي بيشيلوها دي. يشيلوا من حسناته يده، يوزعوا. بالله كده تخيل انت تكون راجع حسناتك ترفع عليك ميزانك وتخش الجنة وانت عينك لحسناتك بوزعوا فيها. هذه حسناتك بوزعوا فيها يده ده. قال: حتى إذا فنيت حسناته، لما تكمل يؤخذ من سيئاتهم، ما بخلوك لسه، يشيلوا من السيئات حقتهم. قال: فتطرح عليه فيطرح في النار، والعياذ بالله. ده النوع الثاني. والنوع الثالث هو ظلم العبد لنفسه بالذنوب والمعاصي. الناس كثير منهم ما بيهتم بامور زي دي، بقول لك يا مولانا ربك كريم وربك غفور رحيم، وبعدين بنلاقي ربنا وما عندنا مشكله. اي مشكله بتتحل يا زول، ما تتهاون والله. يوم القيامة واحدة ممكن تضيعك، واحدة بس، سيئة واحدة تضيعك، وحسنة واحدة فرطت فيها تضيعك. زول تقول له احرص على الصف الأول في الصلاة، يقول لك يا مولانا هون في ناس ما قاعدين الجامع ذاته، احنا ما بركة جينا وقعدنا ورا، شفت الحسنة بتاعت القدام ديل؟ بعدين تندم عليها الواحدة دي. أول حسنات اللي بيكسبها زول اللي جاي قدام واللي بكر إلى الصلاة. صلاة الجمعة يا أخي في أجر عظيم، أنت تفوته ليه؟ من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. بعير، بعير عديل ده بتاع أجر، يعني الأجر اللي بتلقاه على قدر مقياس البعير، واللي بعديه قدر البقرة، واللي بعديه قدر الكبش الخروف، واللي بعديه دجاجة، وآخر واحد بيضة. يا اخواننا الليقه بيضة زي اللي قالوا جمال، جمالي جمال عديل، بعيد واحد، ما واحد، ما تفرط عشان تندم بعدين. فهذا ظلم العبد نفسه بالتفريط في الطاعات، وظلم العبد نفسه بارتكاب المعاصي. ربنا قال: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ونادوا يا مالك، ده خازن النار بكركلهم يا مالك. قالوا بيرد عليهم بعد 1000 سنة. بالله عليك الله، جهنم دي لو ما فيها نار، أسألكم بالله يا عباد الله، جهنم دي لو جوا نار ما فيها ذاته، ولو بس بيت مقفل، أفرض بس بيت مقفل وانت بتكورك للزول الماسك الباب ده 1000 سنة، بعد 1000 سنة بيفتح لك الباب بيقول لك مالك في شنو يا اخوانا، ده اللي بيقدر على امه بعد 1000 عام. يا ريتو لو بيقول لهم خلاص ارجو، بعد 1000 عام برد عليهم قال: انكم ماكثون قبلكم، لا حول ولا قوه الا بالله. وبعد ذاك وبخهم توبيخ شديد. ليه؟ قال لهم شنو؟
قال لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وده شو الصفة دي بتلقاها في كثير من الناس. أول ما تقول له الحق بقول لك يا مولانا كده خلينا من النصوص اللي قاعد تجيبوها أنتوا دي، أنتوا بتجيبوها من وين ذاته؟ الأحاديث دي قاعد تجيبوها من وين؟ يا زول قاعد نجيبها نحن؟ الأحاديث دي ما مكتوبة في كتب السنة، والآيات دي ما قاعدة في القرآن اللي بتقرأه ده. القرآن اللي بتقرأه ده الآية قاعدة جوا ويقرأها يتعبد بيها. أول ما تجي تقول له الآية دي معناها إنه ده ما بجوز وده بجوز، بقول لك يا مولانا ما تشددوا على عليك الله، خلونا خلونا نعيش حياتنا ونحن لسه شباب. كويس شباب، والموت ده بيعرفك شباب. على أي حال قال لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. اللهم اجعلنا من المحبين للحق العاملين به القائمين به إلى أن نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد، وقوموا إلى الصلاة ارحمكم.